انت لازم تواجه الواقع. واضح من الجماعه معنا. السوق العقاري يعيش حاله من الفقر. لا موضوع ثاني، موضوع ثاني. برؤيه لا ينقصها العمق، نحلل بعمق لا تنقصه الجرأة، نواجه الليلة الثامنة مع داود الشريان. ما مصير أكثر من 200,000 طفل توحدي في السعودية؟ عبر عن رأيك وتواصل مباشرة باستخدام وسائل الاتصال الآتية.